حياكم الله. تحتوي قرية بن حمسان التراثية بمحافظة خميس مشيط على مختلف أشكال التراث الثقافي للمنطقة، حيث شيدت على مساحة 15,000 متر مربع، وتضم قصرا حجريا يتوسط القرية، بالإضافة إلى المتحف الذي يشتمل على جميع القطع الأثرية المعروفة في عسير. عبد الرحمن العصيمي زار هذه القرية وأعد لنا هذا التقرير واستمتع بالأجواء أمس واليوم وباكر. بدأ ضاف بن حمسان في تأسيس هذه القرية عام 1990، واستغرق 8 أعوام في بنائها، حيث افتتحها في 1998. أولاً بارك الله فيك. طبعاً تعرف المنطقة عسير كونها بطاقة تعريفية عن المنطقة، فالحجارة هذه لبناها من جميع محافظة منطقة عسير، كون هذه القرية تمثل كافة محافظات منطقة عسير، فأنا أخذت الحجارة هذه من كل جبل في كل محافظة، أخذت منها حجارة عشان نقول أنها مجمعة، وأنا فعلاً هذا اللي حصل. قرية بن حمسان التاريخية في منطقة عسير مكان استطاع أن يجمع تفاصيل الثقافة العسيرية بكل جمالياتها وتاريخها العريق. القرية تضم متحفاً للأدوات القديمة في عسير وصوراً لتاريخ المنطقة، بالإضافة إلى مسرح للفنون الشعبية وصوراً تذكارية لأبرز زائري القرية. في قرية بن حمسان يستطيع السائح أن يستمتع بكوب من القهوة، فالقرية تضم مطاعم ومقاهي متنوعة. عبد الرحمن العصيمي من خميس مشيط، العربية.